يجري إبراهيم مسرعا حاملا بيده وعاء بلاستيكيا ليملأه من صهريج مياه تبرع به أحد الأشخاص لسكان المخيم. عشرات الأمتار يقطعها إبراهيم ليحصل على وعاءين أو ثلاثة من المياه ويضعها في خزان خيمته الأجوف الذي لم يمتلئ منذ انقطاع المياه المجانية عنهم التي كانت تزودهم بها إحدى المنظمات الإنسانية. أحياناً عندنا مدير مخيم مثل ما شفتوا هلأ لاحظتوا بعينكم، يعني مدير مخيم يجيب صهريج فتجي هالعالم بالبسطولي بالأباريق بالموجود عندهم القالونات بيعبوا وينقلوا لمسافات بعيدة ويروحوا يفضوه بالخزان. وين يفضوه بالخزان؟ إيه هاي بحد ذاتها معنا، يعني العالم الله يكون بعونها. صعوبات كبيرة يواجهها سكان تجمع مخيمات البلعة غربية إدلب في تأمين المياه النظيفة، حيث يلجؤون إلى سبل المياه القريبة من المخيم أو التبرعات الخيرية المتقطعة وينقلون المياه منها في الأواني البلاستيكية إلى خيامهم، فمعظم العائلات غير قادرة على شرائها بسبب سعرها المرتفع وانعدام الدخل. تجي هالنسوان هالعالم تنقل تكت بالخزان، كنا نحمم كل يوم كل يوم بيوم بعد يوم، هلا كل أسبوع لحد عم نحممهم، والمي مشترى ما عندنا قدرة المي، وعطشانين وعشر تنفس بالخيمة وخيمتين كل خمسة تنفس بالخيمة، وين نقبل مي ما عندنا، بدنا نطبخ بدنا نجلي بدنا نغسل ما عندنا مي. يعيش في التجمع أكثر من 480 عائلة مهجرة من أرياف إدلب وحماد، تلجأ معظمها في ظل صعوبة تأمين المياه إلى تقنين استخدامها بشكل كبير، ما يجعل التجمع بيئة خصبة لانتشار الأمراض لا سيما مع موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة. متواجد في خيمات البالعة لخمس قطاعات، أكبر المعاناة الموجودة على الأرض حالياً هي أدنى مقومات الحياة وهي مياه الشرب اللي صار لها أكثر من شهر ونص مقطوعة انقطاع كامل، عم تسبب معاناة كبيرة، وهذا يخوفنا من حدوث أمراض من بسبب قلة المياه. طبعا أزمة انقطاع المياه في المخيمات أزمة قديمة لم تلقى حلولا جذرية إلى يومنا هذا، وذلك بسبب عدم وجود شبكات مياه خاصة بالمخيمات، إضافة إلى عدم ديمومة مشاريع استجرار المياه عبر الصهاريج من قبل المنظمات الإنسانية. بحسب فريق منسقو استجابة سوريا، فإن 85% من إجمالي المخيمات العشوائية في الشمال السوري تعاني من صعوبة تأمين احتياجاتها اليومية للمياه النظيفة، وأما المخيمات المنتظمة فإن 55% منها تعاني من نقص المياه. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف إدلب الغربي.